مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينتي تملول وبالضبط منطقة العزيب نواحي مدينة تملول. كما كتشوفوا معنا منزل غريب جدا، فالعرض ديالو تقريبا حوالي متر كما كتشوفوا معنا على المباشر بطبيعة الحال. فهذه يعني من بين الامور اللي صراحة تثير الاستغراب وتثير ايضا الدهشة هنا بهذه المنطقة. كما كتشوفوا عمران ربما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول هذا الشكل، ولماذا هذا المنزل يعني بهذا الشكل، وبطبيعة الحال ربما شنو السبب اللي خلى يعني هذا المنزل يحصل بطبيعة الحال على هذا الشكل اللي أمامنا اللي كتشوفوا بطبيعة الحال. فبغينا التعليق ديالكم، بغينا الرأي ديالكم بخصوص هذا المنزل الغريب الأطوار. كما كتشوفوا معنا كنا نشاهد مثل هذه المنازل في مجموعة من الدول في آسيا وأيضا في الهند وفي مجموعة من المناطق، لكن حينما نرى مثل هذه الأمور يعني في المغرب ديالنا فربما هنا واحدة علامة استفهام كبيرة كما كتشوفوا معنا على المباشر. يعني منزل غريب جدا، غادي نحاول نقربكم منه بطبيعة الحال باش تشوفوا يعني الغرابة أين تتجلى بطبيعة الحال. أنتم إخواني الكرام كما كتشوفوا معنا على المباشر بطبيعة الحال يعني هذا المنزل الغريب الأطوار كما كتشوفوا حينما تقترب منه بطبيعة الحال يوحى إليك بأن الأمر يتعلق بمتر تقريبا كما كتشوفوا على المباشر بطبيعة الحال. أنتم جدا ويثير الكثير من علامة الاستفهام هنا صراحة شيء مخزي وغريب كما كتشوفوا معنا على المباشر بطبيعة الحال إخواني الكرام.